صراحة خلال الساعات القليلة القادمة سوف يتوقف جميع المولدات المتاحة أو المتوفرة داخل مجمع ناصر الطبي. هذا يعني توقف محطات الأكسجين عن ضخ الأكسجين إلى الأقسام، مما قد يؤدي حتما إلى فقدان الكثير من الأرواح. هناك ما يقارب 19 من الخدج سوف يموتون اختناقا، إضافة إلى 12 حالة في العناية المركزة أيضا، وبعض الحالات في عناية القلب. نحن نتحدث هنا على ما يقرب 50 مريض للأسف سوف يموتون داخل أقسام المجمع اختناقا بسبب توقف المولدات المتوقع خلال الساعات القادمة. ما هي مطالبكم من وزارة الصحة؟ نحن نناشد جميع المؤسسات الدولية وجميع المؤسسات الإنسانية ومنظمات الصليب الأحمر إلى آخره بضرورة تزويد مجمع ناصر الطبي بما يلزمه من وقود فورا، لا وقت لدينا، المرضى على موعد مع موت حتمي. لذلك نتمنى من أصحاب الضمائر الحية تزويدنا بما نلزمه على وجه السرعة كي نستطيع أن نستمر في تقديم الخدمة التمريضية والطبية لمرضانا.